قبل كان اجواء رمضان يعني العالم شويه تعاون الناس، ناس تعاون ناس، الفطور واحد يودي للاخ، الجوارين تساعد ناس تساعد ناس. هسه موجوده بس شويه قلت، يعني شويه الظروف المأساوية مرت على هذا البلد خاصه الموصل، يعني قلت شويه العالم على ما تشرع تسوي تتنفس شويه وان شاء الله ترجع احسن. نعم الاسعار غلى، المواد الغذائيه، المخضر شويه صار ارتفاعات، شويه وقعت على الكاهل المواطن الفقير، يعني شويه صعبت عليه الحياه. نرجع من الدوله، نرجع من الدوله تعاون شويه الناس، تعاون الدوله الناس، يعني الفقير شغل، توفر عمل شغل، يعني فرق شاسع يعني عن رمضان قبل وعن رمضان هسه، يعني خاصة إنه هذا سوقنا بذيك الأيام بذاك رمضان صراحة كان كل أحد ماكو. هسه اختلفت شوية، الناس تعلمت إنه أكو يعني حركة بالسوق وهذه، بس تجي عليها هم الأجواء ما مثل قبل، ما تحس مثل ايام زمان. ما نقول انه انت لا تحكي لي على ذيك السنه، انت قاعد احكي لك انا على السنين، الامور اختلفت يعني نفسيات الناس، الاجواء يعني كلها سبحان الله اختلف، السوق، التعامل الناس، هذا كله مختلف يعني صار ما مثل قبل. والله الصراحه سببها كثر المولات. والله قلقية، الناس كانت متعودة قبل يعني انه تجي على قلك، قلك روح السوق القديم، هذا السوق كل شيء كان بينه يعني، هذا تنزل اللي تحتاجه تاخذه من هون وتطلع على بيتك، فهمتني شلون؟ بس هسه صارت المولات تفوت على المول تسوق، حتى ما بيها طعمه. الدولار عمل لنا مشكله من عدد الدولار، انت عوف هسه حتى ترجع على سالفه اللحم ولا الدجاج ولا هذا ما له علاقه بالدولار، بس ليش؟ والله العظيم اكو ناس ما عاد تقدر تشتريها، انا من الناس هسه ما عاد اطيق اخذها. يعني عاد استحيفها كيلو 15 و18 و17، ليش؟ يعني والفقير اللي ما عنده قشون خاصة حتى عوف انت عاد ترجع كلها على الدجاج. بالتالي يعني الفقير راح يظل انه بس على الدجاج، يعرف هو بنفسه انه هو رمضان بنفسه بده ياكل اللحم. من وراء الأسباب، من وراء المعيشة، فلوس مادة ماكو، العالم ما عدا مادة، ناس فقراء تعبانة طبعاً، ما تقدر تتمكن تشتري كيش. ينتظرون السدائق مال الناس الأغنياء ينطون بالجوامع، وناس الفقراء يروحون على الجوامع ياخذون يطلعون يشترونهم. الله أنت فرق وين الفقير وين الحالة زينة. الله يديم على أمك محمد إن شاء الله هذا رمضان، علينا وعلى أمك محمد، يعم علينا بالخير إن شاء الله وبالسلامة، وعلى الفقراء إن شاء الله وعلى المرضى إن شاء الله يقومون بخير وسلامة. نعم لازم الدولة توفر بالبطاقة التموينية قلاً، طبقة بيض ينطي 50 غرام، 50 غرام مع 100 غرام نشا، هاش لنا بالنشا؟ هاي النشا يعني عند العطار يشتري له الفقير، يجي من ولد الحلال يصدق عليه 1000 دينار ويشتري له النشا. طبقة بيض هسا عاني 14 نفر والله العظيم، طب طبقة بيض شنو 14 نفر؟ يعني كل واحد بيضتين والله اللحم غالي، كل ما تحكي معاه كيلو بيقول لك ب 18 هذا مال الغنم، والهبر ب 16 مال البقر، والعظم ب 12 ب 13، عشان ما غالي. هذا الفقير ما يقدر بس يشم الريحه ماله، بس ريحته يشمها. الله وكيل يشتري من هذا ابو 6000 ابو 7000 دينار، هذا الاجنبي اللحم الروس احنا نسميه حبيبي، كله من ورا الدولار اخويا العزيز.
هذا الدولار هو دمر البلد، ودولة ماكو ذيك الدولة المضبوطة تقضبهم وتشفتهم جوا تخيسهم، خليه يقبلون جوا، ليش يلعبون بالدولار يرفعون؟ والله شنو أنا تاجر أرفع المواد برمضان؟ كان الساعة أنزلها، أنزلها للمواد، أنا تاجر أنزلها أحسب حساب الله سبحانه وتعالى، ما أنتقم من العالم والله شنو الدولار مرتفع، هذا الدولار، هذا الدولار مرتفع، هذا الدولار مرتفع، ليش يابا؟ أقضبهم للحكومة تقضبهم وتحاسبهم حساب شديد وغرامة، ما حد يلعب به شيء. نحن عم نسمع بالتلفزيون ب 130 ما أعرف 120 الدولار وقبض ماكو، هسه روح اسأل الصراف يقول لك ب 146 146 ألف. يا أخوي العزيز، طبعا الفقير ما يتمكن، كلها الأسعار ترتفع، اللحم وغير اللحم، إيه مو تحكي معي يقول لك الدولار. إيه مو تحكي معي يقول لك الدولار، تمن دولار. المعجون دولار، كل شيء دولار صار هذا بحياتنا. هذا الدولار اللي يلغوه من العراق احسن، كل شيء. والله العظيم يلغوه من العراق احسن. تعملون بالعمله مالنا. نحن قبل كان بالسبعينات نتعامل بالدينار مالنا هنا. قولي الشكر ب 10 دنانير، والله العظيم هاي شكر شيء، سوق شكر شيء هنا. ب 10 دنانير تركت الدهن بدينارين الا ربع النرجس. 16 كيلو نرجس والياسمين والراعي. وين هي راحت؟ هاي المعامل كلها فاشله، عطاله بطاله، المعامل كلها خربانه. صلحوها، ابنيها وخليها العيد العامله خي تشتغل، ورجع معمل السكر ومعمل السمنت ومعمل الكبريت ومعمل النسيج، ورجع المستشفيات خليها تنبني مثل قبل، ما اعمل لي مستشفيات كرفانات. نحن وصلنا، نحن بافريقيا ما عندهم كرفانات، نحن اغنى دوله بالعالم نفط. أعمل لك كرفانات مستشفى؟ من باب الصلاة
من أقدم وأعرق سوق في مدينة الموصل الحبيبة. في رمضان المبارك يأتي الناس ويتوافدون على هذا السوق للتبضع لحاجياتهم لموائد الفطور الطيبة التي كان الناس وما زال الآن في الأحياء القديمة. كان الناس يتواصلون منذ القدم بتقديم الطعام إلى جيرانهم ويتمنى اللقمة الطيبة التي يأكلها لجيرانه الطيب، وهكذا كل جيران يعطي ما يتمناه من لقمة طيبة إلى جيرانه ويتبادلون هذه الموائد لزيادة المحبة والتعبير أيضا عن محبة الجيران. ونأمل أن هذه الحالة تتواصل لحد هذه الأيام ويعاد هذا الأمر أيضا بتقديم الموائد ما بين الجيران للتواصل والتعبير عن المحبة ما بين الطرفين. والله أخي أجواء رمضان سابقا تختلف عن أجواء رمضان الساتة. العالم كانت قبل وضع الاقتصادي ما كان أكو حروب، بس اختلفت الأمور، يعني الدولار صيعد، الأسعار شوية يعني مرتفعة، العالم تلتهي بالأرزاق أكثر. كنا قبل مثلا يعني بعد الفطور تعرف العالم الأقارب واحد يزور الأخ، هسه لا، يعني التاجر أو الكاسب يعزل يعني يطلع من الشغل قبل يروح لبيته يعني إيه. فكن اختلفت الأمور ما مثل قبل. الأجواء الرمضانية كانت قبل أطيب من هالساتة، يعني هالساتة حتى زي مثلا البضائع النقل كله كن اختلف، الأسعار بارتفاع ما مثل قبل. هاي العادات كن اندثرت هالساتة مال الدشداشة والمسبحة والسواك والعطر، هسه ترك سودات الشباب مثلا يروحون يجون بالبنيطير، كانت لا قبل دشداشة وعقشين وسواك، اختلفت الأمورات ما مثل قبل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه تتحسن الأمور للأحسن، يعني يرجع البلد، يرجع الأمور، ترجع الموصل مثل قبل. أولاً والسبب الرئيسي هو يعني صلة الرحم، انشالت صلة الرحم. ما في انشالت صلة الرحم تغيرت، هذا اللي يغيد النفس وهذا اللي يغيد الأولاد وهذا اللي يغيد عائلته، فاختلفت. كنا قبل بالماضي كان الجيران ايش يطبخون يجيبون واحنا ايش نطبخ نوديهم، كان اكو الفه ومحبه، يعني جارك اجد من اخوك كان قبل. هسه مو هذا سبب المعيشه والظروف الصعبه، اختلفت الامور كثير اختلفت. احنا نقول الله يساعد الفقير، كيلو لحم ب 14000، من ياكل كيلو لحم ب 14000 بالوقت هذا؟ ما بس العم، أي شيء تمسكه الساعة القاف تفقد. سبحان الله جماعة التجار بهم ميزة غير الدول الإسلامية. الدول الإسلامية من يصير رمضان ينزلون بالأسعار، إحنا من يجي رمضان يصعدون بالأسعار يدمرون الفقير. ما تعرف هذا الفقير خطية إيش ياكل، إيش يشرب، إيش يشتغي، سواء ما بس اللحم، المواد الغذائية كلها فخاد ودجاج وتمه كله بارتفاع. الكيس التمك تاخذ ب 36000 اسعار ب 52000، هذا الفقير شاكل يا اخي. والحصه التموينيه اعطوني الله ييسر عليهم ويحفظهم، ما مال اكل اخي، ترجع مثل الاول 16 18 حصه تموينيه يسلمون للمواطن، يسلمون. وكان قبل يستلم حتى ماس مال الزان يستلم، كل شيء يستلم، عدس تمن ومن اجود النوعيات. اسعار تمن ينباع الكيلو ب 250 عشان منو بالحصه التموينيه، يعني ارضع نوعيه. يكثرون من الحصه التموينيه يزيد عن كهل المواطن خاصه الفقير. الفقير متدمر مسحوق بالمره عندنا بالموسم. ايام رمضان قبل كانت اطيب من هسه، من ناحيه انه كان التواصل الاجتماعي بين العوائل كلش قوي، يعني كانت الناس تنجمع على الفطور، تنجمع على السحور. شعلك مثلا اولاد عام انجمعوا دين السحر عند فلان باجتي، او دين السحر عند فلان ابو مشويات، او ينجمعون بالبيت، وكان الفطور كذلك نفس الشيء. وكان رمضان اجواء رمضان قبل اطيب ببساطته، ما بتعقيداته، والاكلات الموجوده كانت اكلات بسيطه بس طيبه كانت، يعني كان التمن البرياني كان مثلا، القيسي كانت موجوده، كبب الكباك كبب الزار كانت موجوده، المشويات موجوده،
بنفس الوقت كان من يعمل الفطور جيرانه لازم ياكل، لازم يطعم جيرانه، يعني اكو مواعين صواني تطلع بالافرع بالمنطقه، هذا الجار طعم هذا الجار وهذا الجار طعم هذا الجار، فكانت المائة تملي ب 20 اكل، يمكن البيت كان عمل له اكلتين ساعات بس ناس تاخذ وتنطي، هذا رقم واحد. رقم اثنين كان اكو محبه وموده واحترام بين الجيران بين الاسر بين مجتمع كامل. بالوقت الحالي لا، هسه رمضان اجو رمضان هسه كل من قاعد ببيته قفل بيته، يمكن بالجمع يتلقي على تمغاي على لبناي فطوا عليها صلفت على بيته وبيته ما لذ وطاب، يمكن جاره جوعان او جاره كان عمل له اكله او كلتين، فهاي اذا يعني الماديات صارت هون هسه هالفتره هذه عن قبل الماديات، الماديات طغت على 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 الاصول والتقاليد. رمضان قبل كان اكثر، شوف لا ضحك هون انا اجاوبك، الحاله الماديه تمام. اثنين كان الانسان قبل كان عنده قيم، كان عنده اخلاق، كان عنده مبادئ، مبادئه تطغي على الماديات. اليوم صار الماديات تطغي، يعني كانت قبل الماده وسيله وليست غايه، بعدين صارت وسيله لاجل غايه، لكن اليوم صارت غايه لاجل غايات، فاذا اختلف هون هسه التقاليد كلها اختلفت. هسه يعني الزنقين يمشي مع الزنقين ما له شغل بالفقير، الفقير يمشي مع الفقير، حتى اذا يريد من الزنقين الزنقين يضعه ويمشي، قبل لا كان يقول للزنقين، يقول الزنقين كان يدور هو على الفقير طعمه ليش يكسب اجر بينه، وكان يعطيني مغاسل، يعني نقول مغاسل جسد انهم يعطيني اكل البيت. لا اختلفت اختلفت كثير اختلفت. يهنئ الأمة الإسلامية على شهر رمضان المبارك. بالنسبة رمضان قبل الحياة بسيطة، كانت حياة بسيطة وحياة سهلة، وأما الآن السعلاء الأمور مختلفة والمواد غالية، وسبحان الله التجار يعني من يبدأ الشهر بدأوا عاد بالصعود وبالهاي. يابا شنو تقول لك؟ والله رمضان يابا يا معودين، فناس زدتها على ناس وما افتهمنا. فرمضان قبل لا والله ما كان هذا التعامل ويا الناس، ما كان التعامل. الأوضاع المادية قبل
أوضاع مادية بسيطة جدا، ولكن أحسن من هذا الوقت، حتى بالسفرة أحسن من هذا الوقت. أي نعم، يعني قبل الألف دينار ينحسب له 100,000 حساب، بس لا والله هسع الألف دينار ما له أي قيمة، بس لا والله هسع السفرة قبل 10-15 سنة السفرة أحسن من هاي الوقت. الحكومة ما جعلت تقدر تلقي خطة لإرضاء هذا الشعب، لإرضاء هذا الشعب ما جعلت تلقى، ماكو أي دعم للمواطن، ماكو أي دعم من قبل الحكومة. طبعا الأجواء سابقا تختلف عن رمضان الحالي. الأجواء قبل سابقا يعني نلاحظ حتى بين الجيران الأجواء تختلف رمضانية، كان جار على جار، كانت محبة تسود بين الجيران، بين الأقارب صلة الرحم، لكن حاليا كل هذه الأمور نفتقر ونفتقد إليها. يعني نلاحظ الجار ما على جاره، يعني الأقارب ما على أقاربها. هاي ما أتحدث لك سابقاً ما قبل 2014، أنت تعرف الأحداث اللي مرت بيها الموصل واللي صار بيها، فهذه كلها أثرت على مدينة الموصل. ونلاحظ هسه الوضع الاقتصادي عن السابق، الوضع السابق كان جيد جداً، والناس أصحاب دخل محدود كانوا يقدرون يدبرون نفسهم، لكن حالياً الآن فقط الموظف اللي يقدر يدبر نفسه. نلاحظ أصحاب الدخل المحدود يعني نلاحظ الغلاء المعيشي من زيت تمن أو هاي الأمور صعوبة جدا عليه، يعني الله يعينهم في هذا الشيء. يعني مثلا يروح يشتري طحين او لحم غالي جدا عليه، زين هذا من يدبر؟ الوضع الاقتصادي طبعا يختلف جدا والاجواء تختلف، لازم يعني اصحاب الدخل المحدود الحكومة توفر لهم فد شيء، يعني في الحصة التموينية ابسط الامور تقدر ان الحكومة توفر لاصحاب الدخل المحدود فقط، يعني حتى يقدر يعني بهاي الاجواء الصعبه الغاليه عليه يقدر انه يعيش. يعني اكثر يعني عشان لاحظ اذا عنده طفلين او ثلاثه او اربعه، يعني هذا شلون راح يدبر فد معيشته فد اكله فد اطفاله فد شغلات، حتى نقول حفاظاته او حليبه او شغلات، هاي الامور كلها صعبه جدا عليه، والله يعينهم طبعا. ونتمنى انه من الحكومه الحاليه انه توفر فد شيء ثابت لاصحاب الدخل المحدود. طبعا اذا نحكي على القديم، كان القديم بينه خير، يعني كان الشيء رخيص، والعالم كانت تشترك بوقت رمضان، تقعد قعدات. يعني مثلا محلي كان تعرف كم الاول، احنا نحكي على القديم قبل ما هسه تصاغت بالمحيلين، مثلا باب جديد باب البيض، يعني هالمناطق مثلا جمع الكبير، كانت العالم بيناتهم هي
يعني تش على السفره واحد يعمل عدس، واحد يعمل كباب، واحد يعمل تش على السفره ملت من اربع خمس بيوت، يقعدون كلهم ياكلون سوا. كانت هاي الناس كانت هالشكل، يعني كانت روحانيه رمضان قبل احسن من هالساعه. هالساعه اعتزلت، كل واحد اكله بوحده، لا حد يفوت على احد، لا حد يجي على احد، الامور اختلفت، يعني ما مثل الاول، الاول كان اطيب، وكانت العالم الشعب الاول تطلع على السطوحات، يعني انا ولد صغير، كنا نطلع على السطوح ننتظر الاذان والضوء يعلق مال بناغه. على ضوء ما تعلق الضوء راسا نقول يعني صاغ الفطور. فقلنا هالشكل كان او كانت هاي قبل كانت عن نيته من العالم. فكان قبل زيو احلى من هالساعه. والله هسه حاليا العالم الله يعينه ويساعده، يعني هسه البيت تفوت علينا يعني على عدس اكو ناس يكتفون بينه، يعني مع عدس كل ما ياكلون العدس، ما كان اكو اربع خمس اشكال، ما راحت يعني قله اكو، بس قله يعني نحكي على الاكثريه كانت يعني حاليا الامور هاي الاقتصاديه بينت على العالم، الشيء غالي اللي يعني كله غلي بالنسبه لهذا الدولار زيهم، يعني صار ارتفاعه كلش قوي اثر على مستوى المواد الغذائيه بالموصل، خاصه احنا نحكي لك على الموصل يعني بالاخص، يعني نقول احنا على المواد الغذائيه تندعم. احنا كنا قبل المواد الغذائيه انا كنت نبيع الطحين نبيع، هسه ماكو لان الكميات قليله. كان البيوت قبل التمن يستلم جونيه، وقبل يستلم يعني النفر كان اكثر عدد من الكيلوات، يعني مثلا التمن كان يستلم اكثر من 3 كيلوات، الشكر كان كيلوين 3 صار كيلو، فهاي كلها بينت على العالم، الزيت كذلك، فكلها اثرت حاليا على العالم، فتشع على الصفقه مال رمضان مال هالوضع هذا كلش قليله، يعني مقتصده نقول، وعايشين العالم على هالوضع، تعودوا يعني تعودت العالم تعودت على هالشيء هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، نهنئ الشعب العراقي بمناسبة رمضان الكريم، وبالنسبة لأجواء رمضان قبل وأجواء رمضان الآن، قبل كان الوضع السياسي مستقر والوضع الاقتصادي مستقر والناس مرتاحة وماكو أي مشاكل بالبلد ولا اكو تدخلات من أمريكا وغير أمريكا والدول وهكذا. أما قبل كانت الناس كان المجتمع العراقي مجتمع هو جزء من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ما كان بيه الأديان كلها وما عندنا تفرقة وعايشين ويانا كل الأديان وكل المذاهب، وما عندنا ما نعرف شنو الطائفية أصلاً. أمريكا من دخلت إلى العراق المشروع السياسي اللي دخل إلى العراق فلش العراق كاملة، يعني فلشها اجتماعياً اقتصادياً عسكرياً سياسياً. الآن الوضع في العراق يعني هاي الأجواء، إحنا يعني نعتذر انه نطلع عن الموضوع، لكن هي حقيقه واحد مرتبط بالاخ زين. ان او ابسط شيء، الاجواء القديمه كانت الناس تعيش بالبساطه، يعني شخص واحد يشتغل بشيء بسيط يعيش، لان كان الدينار العراقي دينار مسنود بالذهب ومسنود بالدولار زين. الان الدينار العراقي صفر، ساقط الدينار العراقي ساقط. الناس الآن الأجواء بدأت تعود بالموصل وتعود بالعراق، لكن شنو الناس تعبانة ما تحكي ليش. أبسط شيء الدولار، الدولار أثر على اقتصاد العراق، يعني المواطن العراقي الآن يحتار بالفطور كمثال، لكن الناس متعففة وتمشي بشون مكان وتعيش. الدولار أول شيء إذا ما ينزلوه إلى 130 أو 120 أو 100 راح يبقى الاقتصاد المواطن تعبان. منو عايش؟ عايشين السياسيين والأحزاب. السياسيين ما يهمه المواطن يموت يفطر يصوم ما يصوم، ما له علاقة، يعني أكو عزلة بين الطبقة السياسية وبين الشعب العراقي. فإذا ما يعني ما ينظرون إلى موضوع الدولار أخي العزيز، وينظرون إلى تغيير المسار السياسي في العراق، يعني أكو مشكلة في العراق، هو النظام السياسي اللي موجود في العراق أخي العزيز يجب أن يتغير، مو تغيير الأشخاص، تغيير النظام السياسي في العراق. ليش؟ لأن هذا النظام السياسي كتب من قبل أمريكا ومن قبل دول ضد العراق. فهذا الموضوع أخي العزيز ما تنحل مشكلة العراق إذا ما يصير تغيير بالنظام السياسي العراقي. أما بالنسبة لأجواء رمضان الحمد لله الناس أمان وخير وبركة، والناس دا تشوف أوراق،
الحمد لله اكو تآلف، اكو تعاون، اكو تعاطف، اكو كذا، لكن تبقى المشكلة بالعراق مبتورة. زين، وموضوع الدولار جدا مهم لان الناس قوته تعبان بشكل، وهذا اللي عندنا يعني الوضع الاقتصادي بشكل يعني ما يعني فرد مره ما زين، بالاخص هذا رمضان. يعني هذا رمضان سبحان الله تمام، الناس يعني فرحانه وهذه، بس شنو ما مثل يعني رمضان اللي قبله. الاقتصاد كان عام الاول احسن من هاي السنه، نقول الدولار كان يفرق، كان 100 130 135 120 يعني 140 كان ها مشي الامور، هسه 155 156 وماكو، وتعرف ناس شويه تعبانه وناس لا شغل لا عمل، وانت هاي تعرف ولا الحمد لله ماكو خير وبركه للناس، اكو خير وبركه والله، اكو ناس تعيش بيوم، اكو ناس ما تقدر تعيش بيومها بقوه يومها والله، سنعرف ناس حصر عليهم اللقمه نقول، ونقول لها نقول الله يسعد الفقير هذا، بس ما نقول غير شيء، الله يسعد، نقول الحمد لله ماشي امورنا، بس اكو ناس تعبانه والله، ولا الحمد لله الوضع زين، بس شنو عندنا بس هاي الاسعار شويه واحد ها الوضع الاقتصادي بشكل ما يحفرنا والله، هي قبل سنتين او ثلاثه ما مثل يعني نقول هاي السنه، يعني هسه وين قبل وين هسه، يعني الاجواء اللي قبل يعني وين، يعني رمضان يعني وين، يعني شوف الشارع ما يعني عجبه، فنقول عجبه هاي تعرف العالم تعبانه، يعني شلون العالم هي هاي نفسيته ما مرتاحه. والله يا ابني رمضان نفسه كله رمضان، بس اشنو فرقت عندنا هسه الشغلات، يعني مثلا ارتفاع الدولار، صارت الامور ماديه بحته، الا كان رمضان بركي من اول، ورمضان العالم تلتقي وتروح وتجي وتتجمع بمكانات، اما هسه يعني الحاله الماديه لاهل الموصل شويه تعبت، اكو هسه ناس مواد دولار صاروا فول، واكو ناس هسه ثلاث ارباع الموصل مواد دولار صاروا مسحوقين فرد مره، فالشغله وما بيها يعني ما بيد المواطن، هذه مشكله، هذه فاتوره الماي، هذه يعني جماعه الماي كان قبل يقول لك شد لك ساعه تطلع لك بالشهر 5000 6000 دينار، هسه الماي كله 40000 50000، يعني هذا هم عبء على المواطن. ناهيك هسه المواد الغذائيه هم صارت دبل، ناهيك يعني كثير شغلات على كاهل المواطن، تجار رمضان يعني يعني الناشد المسؤولين المحليين ها ما المركزيه، المركزيه هسه مشغولين يبغى شغل، بس الناس يد الحكومة المحلية والسيد المحافظ شيء يعمل رقابة على الأسواق، يعمل رقابة، يعني هم تعاون العالم، تعاون المواطن، تعاون، وإن شاء الله للصالح العام. والله أجواء رمضان اختلفت، يعني كانت قبل أكو حني ناس تروح على ناس، هسه ما ظلت ناس كانت تودي أكل الناس، هسه ما ظلت هاي الأمور كلها، يعني اختلفت لدرجة إلا ما رحم ربي، نادر من النوادر إنه ناس تجيب أكل جيراننا، ووسعت مع احتراماتي بعض من العالم ما يهتم للفقير، وجابه مليان مو مثل جابه فارغ، وسبحان الله الدنيا يعني تغيرت ما مثل قبل، ما ظلت حني أخ ما يسأل على أخونه، صلة الرحم انقطعت،
المشتكى لله سبحانه وتعالى. والله والله حيل يعني الفقير الله يعينه، الفقير الله يعينه. البيحة أنا اشتريته كيلو لحم ب 17,000، يعني ما عنده منين يجيب، اللي يوميته 10,000 دينار هذا منين يجيب؟ والله يابا الله يكون بعون الفقير والما عنده. يعني قال كيلو تمن ب 2000 دينار، يعني حسب العامل إذا يوميته 10,000 دينار هل تكفي إنه للمولدة؟ هل تكفي إنه يجيب بها لحم؟ هل تكفي إنه يجيب بها مسواق؟ يعني سبحان الله هسه حتى هالغمضان الفقير الله يكينه بعونه، يعني تعبان مسحوق فقد مرة. الوجبة التموينية لحد الآن مال غمضان سلة غمضان ما انطلقت، اللي يقول انطلقت أنا لحد الآن ما استلمته وجبة غمضان. والله طبعا تقاليد قبل عن هسه حيل حيل فرق، فرق يعني فرق شاسع من ناحية اللي كان من ناحية اللي كانت المواد الغذائية اللي كانت تقدم لنا، من كان من ناحية الأكل والشرب والمأكل. التقاليد كانت قبل وخاصة بالصيف كانت تطلع أجواء صيفية رائعة جيدة جدا، وحتى لو كان بالشتي شوف أغلب العوائل كانت العوائل الموصلية القديمة كانت سيتبادل بيوت، تجي عندك تجي عندي وروح عندك العدد الثاني. ولا تنسى أهم كل شيء الكاهن للمواطن، أصبح الغلاء غلاء ما تعمر. أنت تعرف هسه اكو ناس والله العظيم حتى لحم ما يشاؤونه ولا يأكلونه سبب الغلاء، كله تجي عليه الصب على منه الصب على الدولار. شوف تستلم شكل وتنطي شكل، من نجي المعروف شكل سعر، بس من نجي نشتغل نشتغل السعر. إيش تمسك إيش تمسك يتعلق بالورق بالدولار، إيش تمسك يتعلق بالدولار. لكن يعني وهذا كله يسبب، وشنو سببه ويصب يقع؟ يقع المواطن. منو من يتحمله؟ المواطن. أكل عندك أكو ناس أجور يومية يعني يشتغل يأكل، ما يشتغل ما يأكل. All right.